واحد بيقول انا متردد في الحياة، اريد الزواج ولا اريد، في نفس الوقت بسبب الخلافات والمشاكل الزوجية. واريد ان احيا بتوب، فبماذا ترشدني مع اني في الرابعة والعشرين من عمري؟ الكتاب يقول من يتزوج يفعل حسنا ومن لا يتزوج يفعل أحسن. لو لقيت الفتاة المناسبة اللي أخلاقها طيبة وممكن تكون مش بتاعة مشاكل، مفيش مانع. وإن ما لقيتش يبقى أحسن بلاش. المهم يعني ما نقدرش نحكم على الزواج بطريقة عامة ولا عدم الزواج بطريقة عامة، إنما الزواج بالنسبة للبعض بركة كبيرة، وبالنسبة للبعض يعني فيه مشاكل. والإنسان الناجح حتى لو اتزوج واحدة بتاعت مشاكل يقدر يروضها ترويضا حسنا ويعيش معاه. يعني ابونا ابراهيم اب الاباء والانبياء عاش مع سارة، شوفوا كم سنة، ولم تكن هناك مشكلة. لكن في يوم من الايام ما كانتش بتخلف، ودي بقت مشكلة، فقالت له خد الجارية بتاعتي وجوزها وتخلف ابن على حجر وبتاع. قال لها حاضر. وبعدين زعلت مع الجارية دي وقالت له اطردها من هنا. قال لها حاضر وطردها. ابونا ابراهيم كان راجل مهاوت وما كانش بيعمل مشكلة، ما كانش بيعمل مشكلة. لكن في ناس يعملوا مشاكل لغير ما سبب، حتى مشاكل بسبب نوع الاكل، ومشاكل بالنسبة للاولاد، ومشاكل بالنسبة للاسرة القديمة وزيارة الاخوة.